حين يتسلل الفساد في المعتقدات وتنتشر الأفكار الباطلة حول الإسلام، فما هو السبيل للإصلاح؟ وهل تحيا الأمة على يد المشايخ أو المفكرين أو الحركات والجماعات البشرية؟ هل هم قادرون على تشخيص حالة الأمة وعلاجها؟ أم أن أعمالهم تزيد الطين بلة؟ لو كانوا قادرين باجتهاداتهم وخططهم على بعث الأمة من جديد، فأي حاجة كانت لإرسال الأنبياء؟ في كل عصر كان هناك فلاسفة ومفكرون، ولكن هل أسفرت جهودهم عن الإحياء المطلوب؟ الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالم إلى قيام الساعة، فهل يترك للبشر أمر إصلاحه برؤيتهم واجتهاداتهم؟ أم يتولى بنفسه تلك المهمة الجليلة؟ ولكن كيف يكون ذلك؟ إنه يكون بأن يجعل في كل زمان إماماً ربانياً مطاعاً، وكل ما علينا هو أن نبحث عنه ونبايعه ونلزم طاعته. ذلك الإمام الذي زوده الله تعالى بالعلم النافع لوقته وبقوة الجذب النازل من السماء، وجعل البركة في قوله وفعله وفي طاعته. إن الله الذي هو خالق القلوب وحده الذي يقدر على جذب القلوب وإصلاحها، فأين هي اليوم جماعة المسلمين وإمامهم؟ وما هي ضرورة الإمام الرباني؟ حلقات خاصة من قاديان دار الأمان. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.